سريعا كده بسرعه، استاذ ميشيل كان بيكلمني عايز تكلمنا يا باشمهندس على الدي تي اف واليوفي. طيب خلينا سريعا، احنا اتكلمنا كتير 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 جدا في قناه خليفه والطباعه، اللي مش متابعني يروح يتابعني هناك، هتلاقي اللي انت عاوزه والمعلومات اللي انت عاوزها شارحين باستفاضه، وفي فيديوهات بالساعه والساعه ونص، بس انت اقدر استحمل خد معلومات زي ما انت عاوز. تعال نخش في الموضوع. ما دام ذكرت الدي تي اف وما دام ذكرت اليوفي، اقدر اقول لك لازم نضم الدي تي جي. يبقى انت عندك ثلاث حاجات: يوفي، دي تي جي، دي تي اف. خلي الدي تي اف في النص، خلي اليوفي على اليمين، خلي الشمال دي تي جي. هقول لك ليه انا مرتبهم كده. خلينا نبتدي بالدي تي اف. الدي تي اف التكنيك بتاعه هو مش طباعه مباشر على الخامات، لا هو طباعه على فيلم، وبعد كده بيخش بودر، وبعد كده بتقدر تطبع على الاقمشه، وفي بعض الخامات بتقدر برضو تطبع عليها. طيب هتيجي تقول لي ايه بعض الخامات؟ بعض الخامات بمعنى ان خلي بالك عليه عامل كبير البودر اللي انت بتستخدمه، عشان في بعض المكن ناس بتستخدمه وبيجي يقول لحضرتك لا الخامه دي مش طالعه معايا كويس، الخامه الطباعه على التيشيرت ده. خلي بالك الخامه بتفرق، وخلينا متفقين في اي حاجه انت بتطبعها، فلازم يكون عندك الخبره وتبقى عارف انت هتستخدم ايه في الخامات. خلينا نبتدي باليوفي. ايه هو اليوفي وايه هو المسمى اليوفي؟ الاشعه الفوق البنفسجيه، الاضاءات اللي زي طباعه الكريستال، وما تخلطش ما بين ده وده، ما هو الثانيه برضو مكنه يوفي. هو ما هو الا مسمى الاشعه الفوق البنفسجيه، ان اليوفي بيبقى تكنيك بيجفف الطباعه بسرعه. طيب نرجع بقى لليوفي. يوفي يعني انت بتطبع على هارد سيرفيس. هارد سيرفيس يعني مجسمات، حاجات مسطحه ليها قوام. مثال زي الباور بانك، مثال زي الكروت، حاجات بلاستيكيه واكريليك. طيب تعال ننتقل للدي تي اف. الدي تي اف في طباعه نفس طباعه اليوفي دي، هنتكلم عليها في الدي تي اف. الدي تي اف نوعين، ما تتوهش مني، الدي تي اف نوعين. في نوع لطباعه التيشيرتات والاقمشه زي الدي تي جي، وفي نوع تاني برضو دي تي اف يوفي، برضو بيطبع على الشغل بتاع المجسمات والحاجات المسطحه. دي تي اف ماسك من ده ومن ده، عشان كده حطيتهولك في النص. تعالى دي تي جي بتطبع على التيشيرتات، وبنسميها السوفت انك. ما معنى سوفت انك؟ السوفت انك يعني كل ما هو قماش بتقدر قابل ان هو يبدا تضغط او يبدا مثلا تمسكه بايديك، غير المسطح، عشان كده بنقول هارد وسوفت. فاصبح ان انت عندك الدي تي جي بتطبع طباعه مباشر على التيشيرت. طيب تعالى بقى نيجي نمسكها من حيث التكلفه. يوفي دي تي جي مكلفة وأسعارها عالية، إلا في التكنيك الجديد. خلي بالك الأيام احنا نتكلم فيها دلوقتي 2024، في تكنولوجيا جديدة نزلت من بعض البراندات. بعض البراندات بمعنى إيه؟ بعض البراندات زي مثلا واحنا اتكلمنا عليها رولاند. رولاند بدأت تشوف إيه المشاكل اللي هنا وبدأت تحلها. خلينا اللي عايز تفهم ارجع للكلام وهتعرف إيه الفرق ما بين التقنيات اللي نازلة. خلينا بس ايه في صلب الموضوع عشان نوضح للاستاذ ميشيل او متابعينا الكرام. خلينا نتكلم من حيث الغلو. الغلو على حسب البراندات، المكن غالي عشان نكون متفقين، ما انصحش اي حد يجيبه الا لما يكون عارف هو عاوز ايه، او تبدا تسال وتقول لي انت عاوز تعمل ايه عشان نبدا نوجهك صح. ده رقم واحد، عشان كده عملنا الاستشارات. بدل ما تتكلف الوفات الالوفات، ممكن من اولها نبدا نلحقك زي ما لحقنا ناس كتير قبل كده من اللي كانوا عايزين يجيبوا البرنترات دي. طيب خلي بالك احنا بنتكلم على البرنترات دي بنسميها الوحوش. الوحوش ده يعتبر ليفل الوحش. ليفل الوحش ده كبير، اوعى تخاطر ان انت لسه داخل الا لما تكون دارس وعندك بادجت وعندك استراتيجيه هتعرف تشتغل ازاي. هقول لك جو اهيد، ما عندكش خسارتها جامده، لان هنرجع برضو لبند الصيانه. بند الصيانة يا حضرات اتكلمنا عليه كتير جدا الفترة اللي فاتت في الصيانة. المكان ده يوميا عايز صيانة، عايز اكنك بتراعي طفل، اكنك بتراعي طفل، لازم تظبط احبارك، لان لا قدر الله لو حصل للهد حاجة، الهد تمنه غالي جدا، وانت بتبقى لسه بادئ المشروع مش حمل ان انت يبقى فيه اي خسارة. طيب
ملخص بقى عشان ننهي الحلقة وما نطولش على حضراتكم، احنا اتكلمنا على الثلاث انواع، امتى اخش وامتى اجيب المكن ده. لا دي واقفة وواقفة ولازم تقف لان البادجت بتاعها غالي. هتقولي طب ما هو في مكن صغير، المكن الصغير انا ما بعترفش بيه، المكن المعدل انا ما بعترفش بيه. هتقولي ليه ما بعترفش بيه؟ كل اللي هيسمع الفيديو ده وعنده مكن معدل قبل كده هيصدق على كلامي كمية المشاكل، وفي الآخر هو رمى فلوسه وما استخدمش وطلع من المشروع. مربح؟ آه المشاريع دي مربحة جدا جدا، بس عايزة تنظيم، عايزة احترافية، وعايزة إن أنت تديها أولوية من اهتماماتك، لأن ده بيبقى بيزنس قوي وبيخاطب مجالات تانية. تحياتي ليك يا مستر ميشيل، في أي سؤال إحنا بنبدأ نجاوب ونجمع الأسئلة، انتظروني في الأسئلة، واللي عاوز يسأل يبعت لي في كومنت وهتلاقيني برضه بعمل لك فيديو زي ما قلت لحضراتكم. محدش يزعل، ما بقدرش أرد على حاجات في مجال الطباعة في كومنت، لازم شرح. مجال الطباعة مش برودكت هتقول ده بكام وده بكام وخلاص على كده، في تفاصيل. فرجاء لما بتبعت سؤال أنا كده كده إن شاء الله بنجمعه وبنجاوب على حضرتك.